قتلت آلة الحرب في الجبهات الشمالية الغربية كما تقتل الحرب في نفوس قادة ميليشياتها. هنا اللواء 35 الذي عاد إلى السلطة الشرعية والجيش الوطني بعد معارك عنيفة مع الميليشيا خاضها الجيش والمقاومة الشعبية. في مثل هذا الشهر قبل سنة تماماً أعطى الرئيس المخلوع الضوء الأخضر لعصابته بالحرب ضد المدينة، ووصلت إليه مستندة على بعض العناصر ممن يدينون له بالولاء داخل هذا اللواء، ومن هذا المكان حولته إلى واحدة من منصاتها للقصف وقتل وجرح المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء. كان لابد لوقف نزيف الدم هذا أن يعود هذا الموقع إلى الجيش الوطني، بينما تتحدث الآن المصادر أن المقاومة سلمت المقر وبعض المنشآت في الجبهات الغربية للجيش الوطني والسلطات الرسمية. ما ينتظر السلطات المحلية والجيش هنا هو تطبيع الحياة وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق، فعودة الحياة مرهونة بعودة الأمن وتسيير شؤون الناس قبل أي شيء آخر. ووفق سلطات رسمية مسؤولة على إدارتها وسلامتها أيضا، وجهنا بحماية المؤسسات الحكومية ومحتوياتها، كلفنا أشخاص أو مدير أمن القاهرة المظفر بالتواجد في إدارة أمن المظفر ومتابعة تنفيذ خطتنا الأمنية لحفظ الأمن في المناطق المحررة بإذن الله. بسقوط الجبهة الغربية من أيدي الميليشيا سقط جزء لا بأس به من الخوف، وبدأت الحياة تدب قليلا في الأرجاء، لكن من يعيد لهذه الأماكن روحها؟ فالركام هو ذاكرة المدينة المنهكة، ومخلفات الحرب تقول الميليشيا مرت من هنا.